صباح النور. صباحو بسام حبيبي من الخيربة وعيش حاليا بالخيربة. كنت قبل الثورة والعركة والدنيا ببيروت، هلا استقرينا بالضيعة. اوه فرن 87 نحن، بس انا ما كنت اشتغل بالمصلحة، اهلي ومن بيأكل شي من اجبان وقلبان وخبز صاج ومنعيش صاج. عجينتنا نحن ما فيها شي، يعني بعدها بير عجينة العتيقة القديمة، طحين ومي وملح وخميرة بلدي وبس، ما بنعمل شي تاني فيها. الضيعة حوالي 450-500. عيالنا نحنا غالب جريس وخوري وحبيب. فنجان القهوة، القعدة على رواق مع المختار. وعدنا بمنقوشة غير شكل، بعد الماما بتعمل هي العجينة. وهيك منبلش العطرات بلديات كمان من عندنا من الضيعة، مش من برا الضيعة. فرجيكم الزعترات، كم مرة شفتوا زعتر مخلوط هيك جبلته حلوة، زيت منه فاصل وطالع لفوق، كمية حلوة سميكة، سمسم على القد، لونه أسود مش أحمر، يعني إذا بدكم السماق أخف. إف شكله كتير قوي ومهم، بعده عم بحمسنا، عم بياخد وقته، عم بحمس صاج عروق، عم بحمسنا، عم بحرقصنا. طب الآخر يطعمينا المنقوشة نكون استوينا يعني. خلصت السينما، أمنت لك منقوشة زعتر غير شكل تنفكر صح. فكرت بس إلي بدرس. إيه خبي خبي التليفون. لا أنا ما بخبي، أنا بكل فخر بدرس. أي عزيب، يلا منقوشة جبنة لألك. أيوة بهبل. فني شو وضع اللحمة هون؟ يعني فيك تاكلها نية. اللحمة بتجنن هون. معزة؟ بس. والقوارمة شو وضعه؟ قوارمة غنى. مخلوطة شوية بقى. الشباب بلشت باللحمة وبالكشك وأنا رح بلش بالجد. صارت عندكم منقوشة قوارمة، طلع اللي شربتها العجينة وبرامتها صارت مثل البقلاوة. شو بدها؟ بدها شوية لبنة تتسقعها وتعطيها هذا الإحساس الكريم. أوه ماي جود، هي مش منقوشة، هذا بسكوي. لك الطعمة بالعجينة، في طعمة برجانة، في طعمة سكر، في طعمة اوه ماي جودنس. والقوارمة لحمة مفرومة ناعم صغير معلية غير شكل. وشو هاللبنة؟ ركزوا ركزوا، خليكم على اللحمة والكشك كتير طيبين. اوه ماي جود، خبرونا عن اكل مناقيش قوارمة مثل هاي. لا عن جد شو هالعجينة؟ هاي ما رح تلاقي مثل العجينة، عم سولي. اوه ماي جاد، عم سولي. اوف يعني امامي. منقوشة بعدنا قصة تحكي. منقوشة هي عم تحكي، كانت هي عم تنشغل. برشانة 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 بكل معنى الكلمة. ملا صوت، رفيعة، محمصة.
زعترات عظيمين، زيتات عظيمين، ما بتشبه ولا منقوشه بتذكر انا اكلها من قبل. فريده من نوعها، كتير كتير طيبه، كتير مهمه. زعترات حادين قاسيين مهمين، بلديات عجينه، ولا اروع من هيك. حلم. ميفوق واحد من اعظم الاديره، من اقدم الاديره، من اماكنه الكثير مهمين. وانا سعد بوصل لهون بحب بلش هون، بحب بلش بهذا الجرس يلي واطي كل الناس فيها تيجي تشوفه، من الجراس القليله اللي معموله ببيت شباب، من الاقدم اللي بعضهم محافظ عليهم، يمكن بعضهم بيزخرفوا وبياخذوا وقتهم، ومن ثاني ميل بتشوفوا طبع يعني ما بينحفتر وما بينشال. 1858 واحد من اقدم جراس اكيد من بيت نفاع ببيت شباب، ومن هون بنبلش بدير ميفوق. يلا شباب ناطرينا إلي ومارك، وعنا كتير إشي نخبركم إياها بهالحلقة. نرجع لكم اليوم بحلقة جديدة من وادي حربة. نحن اليوم بحلقتنا الثالثة وعم نفرجيكم هذا الوادي العظيم مع مارك ومع إلي. رح نتعرف على إشياء كتير حلوة. رح نبلش هون من ميفوق مع هالجرس القديم الكتير حلو، ومش بس هيك المنقوش الطيب، الأكل الطيب، بس في أهم كتير من هيك: سياحة، تاريخ، ثقافة، دين، وأكثر بكتير. هالوادي هو وادي عظيم جدا جدا. دعوتنا لإلكم مثل ما رفقتونا بأول وتاني حلقة، ترافقونا بهالحلقة لأنه محطات مميزة مؤثرة عظيمة فيها الكتير من الإيمان والبطولة على الموعد بهالحلقة. ولما نقول وادي حربة بنكون عم نحكي عن وادي كتير كبير. هلأ صحيح في ناس جيوغرافيك ما بحطوه بس بالميلة التحتانية، بس هو كان يبلش بالمدفون، ينتهي بإليج، نقطع بميفوق. فنحن عم نعملهم طلوع ونزول من ميلة جبال ومن ميلة البترون تنفرجيكم أحلى صورة عنه. رح نمشي، رح ناكل، رح نبسط، رح نضحك، رح نبكي، رح نزعلوا كلهم مع بعضهم، وإن شاء الله تنبسطوا معنا. مشوار بيبلش هلأ. واحد من أعظم الأديرة أكيد بتفاصيله، بكل شيء معقول تطلعوا فيه وتقولوا أكيد عظيم، بس ليش؟ هالدير عظيم مثل ما قلت أول شيء، عينيك بتشوف عظمته، مش هيك توفقني؟ الدير بنا رائع، الدير مشغول. هيدا الدير بحسب مخطوط بدير ماريوستينا وإبريانوس بيردنا لسنة 850 إنه هالدير بنو المردة. سنة 1121 أخذوا منهم الحمديون ورجعوا استردوا الرهبان الأبطال سنة 1766، ولقوا كتير صعوبة إنه يحافظوا عليه، ورغم هيك قدروا يحافظوا عليه على أراضي، عمروا وبنيوا وكبروا وعملوا فيه مدرسة. وسنة 1780 صار فيه إذا بدك مجمع إقليمي مهم جدا للكنيسة المارونية. هالدير له طابع مقدس كمان لأنه سنة 1850 أو إذا بدي أقول بيزيد على قداسته لمسة قداسة من مارشربي اللي عمل سنة ابتدى فيه. وكمان هالدير خرج رهبان وكهنة بالمئات على امتداد السنين. بس أنا بدي أخدك كمان على جوات الدير، على مطرح بيشع على كل لبنان وبيحميه، وهلا بنشوف ليش. يلا رح نفوت فرجيكم دير كتير حلو بكل تفاصيله، بتحسوا حالكم بقصر، بقلعة، بشي كتير مهم، وكمان بدير كله طوباوية وكله تفاصيل شو حلوة. رح نفوت لجوا وكان بسط هالمناظر الرائعة. الأخ ستيفن نعمة كمان قاعد بهذا الدير، اشتغل 12 سنة فيه لأنه كان كمان يحب كتير الزراعة، وكان يشتغل بالأرض وبالحطبات وبالخشبات وشي كتير مهم يعني. بعد ما قتلوا البطرك جبراني الحجولة رجعوا الموارني بعد 300 سنة يعني بالألف و
1368 قتلوا المماليك للبطرك جبل الحجولة وهجروا قتلوا المسيحية كلهم بجبة بشار البترون جبال ما خلوش حدا. نحن بحكم التاريخ ولا مارون لازم يكون بعده عايش، صمدنا وبقينا لأنه نحن متكلين عربنا مش لا مصرياتنا ولا عجمنا ولا علماتنا. هو بدنا يكونوا أكيد يمكن بس مش الأساس، الأساس نحن صمودنا لأنه متعلقين بربنا ومخلصنا يسوع المسيح فقط لا غيره بأرضنا ما منبيعه. نحن قدام إيقونة إليش العذراء الملهمة العذراء المرشدة يلي هي حقبة إيكونوغرافية مارونية عظيمة نقرأ فيها إيماننا، تاريخ هالشعب البطل، تاريخ هالرهبانية العظيمة هالبطريركية اللي حميت وحضنت وحرست لبنان. بهالأيقونة منشوف الألوان الترابية ترمز لخبزنا اليومي للأرض للزراعة للتعب لتعب الإيدين، وكمان العذراء بتقدم لنا خبز الحياة ونورة يسوع المسيح. منشوف وجه يسوع المسيح بيشبه وجه مريم يلي حضنته بأحشائها، وكمان هو هالطفل الإله لأنه بالنسبة لحجمه منه حجم الولد يلي منشوفه الولد العادي، بقى هو إله كامل وإنسان كامل، دليلة على الطبيعتين البشرية والإلهية ليسوع المسيح. منشوف الخصائص السريانية الجميلة، منشوف الشمس والقمر اللي بعدين صاروا أخذوا شكل هالملكين، منشوف فتحة الرداء، منشوف كمان النجوم الثلاثة يلي بيدلوا إذا بدك على بتولية مريم قبل الميلاد في الميلاد وبعده. قدام هالأيقونة سجدوا بطاركة الكنيسة المارونية، سجد الشعب الماروني، وبأيام المحن كانوا بعدهم ورح يبقوا يلتجوا لها، هن اللي سموا مقراتهم على اسمها، هي الشفيع الأكرم. نحن قدام مشهد فيه الكثير من التأثر، فيه تاريخنا، فيه صمودنا، وفيه إيماننا الثابت والراسخ. التاش شفتوها؟ وهيدي التاش هون إذا ملاحظينا ضربينا سيف يا إنه من أيام المماليك، وهون موصين عليها تركين هالتاش هالتاش وهولي هون، هولي علامات الاضطهاد مثل ما كان الشعب الماروني مضطهد مضطهد، كمان كانت الأيقونة معرضة للاضطهاد، هي أمنا هي بتحمينا وهي كمان بترد عنا الضربات وهي تعرضت كمان للاضطهاد. عنا هالتاش هون هيدا السيف هون وهي القويص يا إنه أيام العثمانيين حدا مقوصها نقوص الأيقونة. فبقى هن كلهم راحوا ونحن بقينا لأنه أمنا العذراء والدة الإله هي بتخلصنا هي بتحمينا وهي بتكون معنا. خلينا نرجع لها والما عندوش أم يدله، نحن عنا أمنا العذراء ما مخيف من شيء أبدا. عظمة هيدا الدير عظمة، هي مش أول مرة يمكن تالتة الرابعة الخامسة ما عم بتذكر، كل ما أجي لهون برجع بحزة الحسيس. بس الأهم اللي بدي أخبركم إياه اليوم أنه هيدا المدرسة اللي صار لها أكثر من 102 هيدا المدرسة اليوم بتحضن أكثر من 270 شخص، 27 ضيعة مكن العيال بتضيع تركتهم هون، وشو بتاخد منهم؟ شي كتير رمزي كتير رمزي لا يذكر. وتقدر تكفي هيدا المدرسة عايزتكم، عايزتكم تدعموها توقفوا حدها تعبولها بنزيناتها مزوتاتها السولار بانلز الكهرباء يمكن الأساتذة البنزيناتهم تيوصلوا لهون تتضلها مكفاية وموقف الجبل على عجري. 27 ضيعة 270 تلميذ وبتقدر تحمل وتوصلهم على 400 أو 500، كل واحد عباله يدعم لبنان وما بيعرف كيف علم تلميذه ومن زدتها بقدرتكم. عظمة عظمة ما بينشبع من هذا المنظر، عظمة القناطر الثلاثة الطابقين كل القناطر الصغار اللي تحت كل العقد الموجود من هون، هالشجرة العظيمة يمكن زرعت نهار اللي انعملت دير أو يمكن عملت دير حوالي الشجرة طما يقصوها. وبتطلع وبتتخيلوا كل هالصفوف المعبية وصوت الأولاد بعد شوي أول ما رح يطلعوا على الفرصة. ما فيكن تعرفوا قديش مهم هذا الدير وبوابه مفتوحين
والأبونا ولا ألز من هيك. بيفتح تعوا استقبلوا عدوا عيشوا، تعوا لعنا كيف أخدين بأوتيل، تعوا ناموا عندي، تعوا كلوا معنا، تعوا سهروا معي ساعة البتكن. ما فيكن تعرفوا، مثل كأنه الحيطان عم تحكي بركة، مثل كأنه الصخور عم بتطلع إيمان وأمل. مش معقول هيدا المكان فعلا. ما بعرف ليش بدق قلبي فيها الأد، بس كل ما أوصل لهون emotions. انطوني هلا نحن عنا طريق طويلة نص ساعة بدنا نوصل على المدفون، من بعدها بدنا نبلش نمشي وادي حربة. أول ستوب هيك كتير حلو نحن متشوقين لنشوفه، دير مرتانوس بفغال. أنتوني تتذكر كل مرة عم نحكي عن نباتات ورقتهم مثل قلب ما بدلوا عشب، إذا هيك من بعيد طلعنا هون شفناهم سوا. ففي واحدة هون يلي هي هيدا الشوكة اللي اسمها سميلكس، اتركها بس ليك ما لها قلب شو حلوة. بس أنا اللي بحبها كتير رح أقطف واحدة بس لدواعي علمية مش أكتر. أوكي تطلع ورقتها قلب، زهرتها مثل الدينة، عم تشوف الدينة واضحة. هيدا نبتة اسمها أريستولوشيا ألتيسيما. الحلو فيها تكبر هيدا، في ناس رح ينصدموا يعرفوا، هي من عائلة البهارات يلي بتعربش، يلي هي حبوب يلي بتصير فيها. هيدا بتعطي بعدين مثل خيارة ما تاكلوها، نبتة سامة بس رائعة. هاي زاني خليفة من رشانة. رشانة هي ضايعة على درب وادي حربة، و أنا عضو بجمعية أصدقاء وادي حربة. نحن أسسنا الجمعية بال 2018 تنهتم بالوادي، نضل محافظين على المينيموم بالوادي اللي هو نضل مفتحين الطرقات، تضل على بتقدر تيجي تعمل هايكينج، اللي بده يعمل زيارة دينية بيقدر يمشي بالوادي. فهذا هو هدف الجمعية. وصلنا عاملين كذا مشروع، كذا إيفنت بقلب الوادي، بيناتهم بال 2019 عملنا قداس تقريبا كان في بين 300 لل 400 شخص، كلهم من ضيعة وأهالي يلي لقطينا للوادي. وكل سنة مثل هالفترة بأول الربيع نرجع من رمم الطرقات، نفتح الطرقات اللي مسكرة يلي بتطلع فيها النباتات، العالم تضل تقدر توصل من المدفون على قديس رفا مشي بالوادي. وفي عنا هلا بروجي بده ينعمل يلي هو درب الجلجلة، بده ينعمل ببستان زيتون تابع اكيد لدير دي سيرافا. نحن بال 2019 انعمل اول قداس اون بلانير لكل سكان واهالي المنطقه يلي حوالي الوادي. كان المذبح هون وتقريبا كان في شيء 300 ل 400 شخص بالوادي كله. في هيدا الشير يلي موجود هون، هيدا الشير بيقولوا كان في مغارة موجودة بقلبه يحطوا فيها كل يلي كان معه مرض البرص، تما يعدي أهالي الضيعة كانوا يجوا يحطوهم بقلب المغاور هون، ويجوا كل يوم أهالي الضيعة يحطوا لهم الأكل قدام باب المغارة، يدقوا على الجرس تما يشوفون ويطلعوا يكملوا على ضيعتهم.
وطلعنا بهالوادي. تتخيلوا هون الابيض اللي شايفينه حوالي والحجار اللي شايفينه، كميه المي اللي بتقطع بالشتويه والسيول اللي بتضلها قاطعه وبتجرف كل شيء معها، يمكن هو الحجار مبلشين من الاول. نحن بلشنا اليوم بالوادي من تحت. اذا بدكم تجوا تمشوا فيكم تمشوا تحت الشجر او فيكم تمشوا برا تحت الشمس، بس اهم شيء ما تكبوا زبلتكم، ما توسخوا، واحترموا الطبيعه، احترموا هالوادي تضل وادي، وتالي يمشي من بعدكم يعرف ويحس بلبنان. نحن عم نتمشى ورح نضلنا طالعين على قد ما الشباب رح تتعب وانا كمان، ونتعرف على الوادي مع بعض. بس شوف هيدا الصليب، انت ماشي بالوادي دغري ورا الصليب في ادوميه بتطلعك على كنيسه كتير حلوه بقلب مغاره. هلا رح نطلع نشوفها. انتوني عن جد انا ما شفت هالقد تنوع بيولوجي، هالقد بمطرح صغير. شو ما بدك شجر فيه، شو ما الزعتر كيف ما عم نمشي، بس اهم شيء هن هالسرو اللي ورانا. هول السرو كتير قليل، غابات السرو بلبنان نحن لازم نحافظ عليهم قد ما فينا. السرو العمودي خاصه هو لبنان الموجود عندنا، هي شجره من الترانيان، لسوء الحظ كتير قلو، يعني عنا بركة تحت 0.5 من مساحة غاباتنا منهم. لازم قد ما فينا نحافظ عليهم الموجودين كترة هون. وادي رائع، وادي رائع بيبقى للتاريخ. بس طلعوا التعديات، طلعوا الأنانية، طلعوا هيدا اللي وراي، انه في اضرب من هيك. المهم هو يقعد والمنظر على البقية اخر همه، والابيض والشجر والخشب والقص. لازم ننتبه، ما رح نقدر نبني لبنان الا ما نتخلى عن انانيتنا. ما بقي لنا غير الشجر والوديان والمناظر الحلوة والطبيعة تنوريتها لأولادنا. اذا كل واحد بده يعمل بيته ما رح يبقى شيء. إلي وادي حربة، يمكن ما فيه مغاور كتير مثل وادي أنوبين مبينين، بس له أهمية تاريخية ودينية كتير مهمة. أكيد نحن بدنا نقول إنه المسيحيين الأوائل سكنوا هالمنطقة بالقرن الأول، وبالتقليد الرسل قطعوا من هون بالسنين المسيحية الأولى وعمروا على المعبد الفينيقي كنيسة سيدة إليش. وليش كانت هالطريق مهمة؟ هي طريق القمح يلي بتربط جبال ببعلبك، وهي كمان طريق الرسل، طريق البشارة من فلسطين لأنطاكيا. ولبنان كان ورح يبقى على طول هالممر الآمن للبشرة وهالمنارة بنفس الوقت. أهمية هالوادي إنه عرف سنينه الذهبية بالقرن السابع. تخيل إنه كان فيه 100 كنيسة ودير وقلاية، وصل عدد الكهنة والرهبان والنساك للألف يلي عاشوا. بنرجع بنسترجع المشاهد الحلوة مع الفلاحين، مع يلي زرعوا هالأرض والمي كانت كتيرة والجلالة كانت كتيرة وعيشوا هون. ونحن بنعرف انه بكل مطرح فيها القد صعوبة العدو صعب يوصل، مش هيك؟ هلأ رح نحكي كتير عن وادي حربة، بس خليني اقول لك معلومة اخيرة ونكفي على دير مار انطونيوس. بدنا نقول انه ليش اسمه وادي حربة؟ نعرف سنة 693 بحرب صارت بين يوستينيانوس الثاني ويوحنا مارون، وقت اللي تأول بطريرك للموارنة، وقت اللي توحدوا الموارنة ودافعوا عن بطرياركهم، عن بطرياركيتهم يلي تأسست تيحافظوا على حريتهم وحضورهم وعلى استقلاليتهم. بقى الشغلة صارت هون على تحوم إذا بدك قلعة سمار جبال يلي كانت الحصن الحصين للبطريرك، اللي كمان قضى أيامه وصلاته بوادي حربة وتغلبوا على البيزنطيين، وكفت إذا بدك ازدهار الكنيسة المارونية يلي انطلقت من دير كفر حي يلي كمان رح نزوره.
اللي نحن بكل الوجهين اللي مشيناه هون مار أنطونيوس بالحقنا شفناه بوادي النوبين، واليوم بوادي حربة عم نشوفه. بلشنا مشيتنا بالوادي بين جبال وبين البترون، وبالنص له دير كتير مهم. شو عم يعمل هون؟ وين في مار أنطونيوس أو مار أنطونيوس الكبير؟ يعني في رهبان، يعني في نساك، لأنه هو هالمؤسس الكبير للحياة الرهبانية للحياة النسكية، فطبيعي الرهبان يختاروا شفيعهم وكمان يأسسوا له الأديان. إذا بتلاحظ أنطوني هون على شمالك في عنا المغاور، لأنه كمان الحياة النسكية قلنا أنه ازدهرت بهالمنطقة، وفي عنا هون الكنيسة. المهم بهالخبرية أنه مثل ما قلنا هالحياة اللي ازدهرت هون بقلب هالصفاء الكلي وهالطبيعة الحلوة، أكيد هون كان في حياة صلاة وكان في دير وكان في نساك بقيوا لسنة 1305 لحد حملة المماليك يلي أنهت إذا بدك هالأديار الحياة الديرية بقلب هالوادي. خلينا نقول أنه نحن بوادي فغال، وبعد الناس بفغال بتزور هالمطرح، ولأنه هالمطرح صعب توصل له بظروف الطقس الصعبة يعني بالشتاء، وعيد مار أنطونيوس 17 كانون الثاني، فالمهضوم بسكان فغال أنه نقلوا العيد ل 17 آب بقلب هالصيف الحلو تيضلوا يقدروا يحتفلوا بالعيد. بدنا نقول انه هالمزار هو كمان شفيع لكل النساء يلي ما بصر له النعمة انه يجيب اولاد، بقى بيلتجوا لهالمزار لمار أنطونيوس تيكون شفيعهم وتصير النعمة ويحبلوا ويجيبوا اولاد. بقى نحن عجد كتير فخورين انه عم نبرم بهالتاريخ العظيم. عم نتعب شوي بالمشي ماشي الحال، بس معنا أنطونيوس كبيرنا بالعبير يوصل لهون الشجر مغطين كل شيء، ما فيكن تشوفوه، نحن ما شفناه من الوادي. مثل ما بنذكركن في هذا الصليب يلي بتوصلوا من وراه وبتطلعوا طلوع، نطلب من كل مثل ما بقى أكتر من 700 سنة موجود هون، نحن عبالنا نتركه لأولادنا، فكل واحد جاي يعمل بطل ويؤيد اسمه هون ما لبق له ولا يكون لبناني ولا يجي لهون، فخان حافظ على هالمكان المقدس تيضل مقدس ونضلنا نتذكره للأجيال الجاي. إذا بترجعوا بتفوتوا بالتفاصيل تبع الحجار وبتشوفوا أن هون الحجار كانوا أنطرة، طلعوا لفة هاي أو لفة هاي، أو السندة تبع هون والزخرف اللي عليها اللي هي لازم تكون كانت التهدي النصانية تبع الأنطرة. فعم تتخيلوا هون قديش كان في حجر حلو مزخرف مزبوط، وقديش اللي راح راح واللي انسرق انسرق. فهون كان في شكل دير كامل متكامل، مش بس حجار مصفوفين على بعضهم فوق بعضهم. فتخيلوا هيك رجعوا تخيلوها مثل ما هي، جورة بالصخر، دير مكمل كامل متكامل مثل الأشجار الكتير كبيرة اللي شفناها بوادي النوبين، مع منظر طلوع على الوادي، طلوع نزول، وكانوا يقدروا يرصدوا مين قاطع من هون أو يطلعوا على تاني ميلة من الجبل يشوفوا شو عم بيصير. تخيلتوا اللفة تبعها والحجار؟ أكيد بكرة 3D بيرجعوا بلقطون كلهم سوا، بنشوف كيف بنرجع مركبهم. AI intelligence coming soon. مشهد كتير مؤثر بوادي حربة، نرجع نستعيد مشاهد وادي قديشة، كيف هالرهبان الأبطال، كيف أجدادنا هالمزارعين يلي ثبتوا بأرضهم حمي وطبيعتهم عطيتهم كل أسرارها تأخوا معها. فمنشوف الدار يلي هو بقلب هالصخر وزادوا عليه الحجار لحتى يعملوا له حدود ويعيشوا فيه، هالكنيسة عن جد اللي بتاخد القلب، كيف هالقد كانوا محافظين وكيف هالقد طبيعتهم صارت بتشبههم وهن بيشبهوا. أنطوني هون نحن حد نبتين ثلاثة كتير مهمين. هيدا الاسكاريولا ما في منا بالعالم كارب لبنان وبقبرس، الأمبيليكوس انداميك للبنان، وهيدا هون هلا بعدين بتكون مزهرة أصفر، كتير ضروري نحكي عنها بعدين أنا وأحوش، لأنه هيدا اسمها زهرة مار يوحنا. تخيل طبعا نحكي مارك كل الوقت عن نباتات مزبوط، بس في شجر بس تسأل حالك سؤال أنه طب كل هالعناس اللي قطعت على لبنان وحرقت وقصت كيف بعضهم ضانين اليوم؟ ولا دايانو، لأنه كان فيه إذا بدك فيجن لكتير من العالم ومنهم خاصة الأمبراطور أدريا. تخيل أنطوني أنه هون بوادي جربتا في ستال مكتوب عليهم حماية أربع أشجار مثل مثلا العرعر والأرز والبركة الزيب والشوح والسنديان. سو عارف الأمبراطور أنه هول كتير مهمين وعارف أنه عم بيتقطعوا، كتب على الصخور أنه هول ملك الأمبراطور بدء فيهم بيكله. يعني فهم من كتير زمان أنه العالم بده جوعانة جوعانة بده تاكل وتقصه وآخر همه، وعمل مثل sustainable development، فكر هو على أزوه. على هالأرض كيف بده تطول وتضل مكفية من قديش 1800 سنة. يعني تخيل إيه من القرن الثاني كان أدريان هون، وكمان فهم مثل ما أنت عم بتقول تنمية مستدامة، لأنه عارف أنه هي لأشهر أو لسنة أو لسنتين بعدين بدهم يستعملون، منخليكم تستعملون بس بطريقة مستدامة.
قديش الطبيعة بتحترمها، قديش بتعطيك، بتخلصها، بتوقف. فنحن بدنا نعيش مع الطبيعة مش ضدها. يلا يا شباب رح نوصل، يلا يلا يلا. من بعد 45 دقيقة فينا قلكم وصلنا على محل على مفترق طرق، على اليمين بنطلع على ميفوق، على الشمال بنطلع عند الرهبة. ليكو أنا أطلع عند الرهبة بحضر الغدا، بنتبه بتأكد أنه طيبين، وأنتوا سبقوني على ميفوق مش عم التقى بعدين. أنا رايح ميفوق أرتبة وبعدين نشوف شو نعمل. المهم الأكل الطيب من هون. أنا رح ألحقه لأنه مش عمالي بالأكلات. وصلنا يا شباب وصلنا. ايه هلا هون صرنا كثير عم نتذكر هيك وادي انوبيان، يعني عم نشوف كذا مغاره، عم نشوف كذا دير ما فينا نوصلهم كثير بعاد يعني. فمنهم في قلات الرهب اللي ورانا. هلا نحن لو بلشنا مارك بوادي حربة كنا بس طلعنا على انوبيان كنا قلنا بالتاريخ انه ذكرتنا بوادي حربة. مزبوط منيحه مزبوط. بس خلينا نطلع على هالقلايه اللي هي قلات الرهب، هالقلايه الصعبه العظيمة بقلب هالجبل يلي التجأوا لها تيصلوا. بتذكرك بحوقة؟ أكيد 100% كبيرة. وبكل الليات أو المناسك الصعبة إنه الناس يوصلوا لها. هلأ المهم إنه هون هي حياة شهادة، ونحن عم نجرب بهالمشوار نعمل مشوار بالطبيعة وبقلب بلدنا ومشوار بالتاريخ. وفي بطل اسمه البترك جبرائيل حجولة يلي نحن ما فينا غير ما نكون عم نتمشى على هيدا الطريق نذكر مارك شهادته العظيمة هالبطريرك يلي كان بطريرك على الكنيسة المارونية سنة 1357 وقت اللي هجموا المماليك ودبحوا وحرقوا وقتلوا الناس الأساقفة الرهبان. لجأ البطريرك لضيعته حجولة ببلاد جبال، ولما اجوا قالوا له شعبك أو أنت بتسلم نفسك، لأنه كان هالقائد البطل المقدام. بتعرف لما تضرب رأس الكنيسة أو رأس هالتجمع الكبير أو رأس جماعة المؤمنين تضرب المؤمنين، فكان بدهم رأسه للبطريرك. قالوا له جماعتك أو أنت. استسلم البطريرك وعلى هالطريق مشي وتعذب. مش هيك مزبوط بيقولوا أنه نزلوه من ضيعته على كل هيدا الطريق وراحوا من هون جرحوا على طرابلس وهنيك كملوا العذابات كمان. خلينا بس نتأمل بهالطريق الصعب قديش نكلوا فيه، قديش عذبوا فيه، قديش هنوا لهالبطريرك البطل يلي ما حاد عن إيمانه. وصل على طرابلس قتلوه بأبشع طريقة، حرقوه بقلب طرابلس بقلب قلعة طرابلس. وتخيل مارك أنه خافوا منه بعد موته فدفنوا بتل الرمل تحت اسم الشيخ مسعود لحتى ما حدا يوصل له. هالبطريرك البطل اللي فدى شعبه ورغم كل أساوة اللي صار انه حرقوه هو وعايش طيقضوا على كنيسته وعلى جماعة المؤمنين، الا انه البطريركية المارونية بقيت مستمرة وحفظ هالبطريرك الشهيد البطل القديس كرامة لبنان. وكرامة لبنان مثل قلاية هالراهب لا بتنطال وبتبقى ثابتة بأرض لبنان، توصل الناس ببعضها وباقي تعلق هالأرض بالسماء.
واحد عم بيحكي على التليفون، تاني ما بعرف وين صار، وانا هون بحس حالي بالبيت. هاي مش اول مره بنجي على جربته، جينا قضينا معه نهارين، رهبت بعقده 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 بعقده، يلي بتزرع يلي بتقطف يلي عندها الزهور تبعها يلي عندها النحلات يلي عندها الزيتونات وكل الاشغال اللي بيعملوهم هون، المرصبين وغيره وغيره. قضينا نهارين من العمر، واليوم ساعه العرفه ونحن بالوادي عم نتمشى بالوادي، ما قبلوا الا ما يعزمونا على الغداء. عدنا على طاولتهم، وصلنا مأخرين، سبقونا حق علينا، ورح ناكل من منتوجات الدير. أكل الصيامة عنده جبنة ولا كتير طيب. أشياء طبيعية، استفيد من الأشياء الطبيعية. كل بلدي اكيد لازم ناكل بلدي، لانه زراعات هون خيالية اصلا. ليك شو رح نعمل؟ رح ناخذ بيضة ونحطها هون، نحط لها لبنة ونكترهم، نقصلها بندورية وخذ لك اشياء طيبة. بندورية؟ سوري، شلون نكون على عقد الخدمة استاذ مارك. يطلع لك شقفة تانية. ثانك يو. صحتين. ضروري تدق لي هالمسقعة. فيها حمص، فيها باذنجان، والبصلات اكيد. اعطيني رايك، معقول ما تاكل؟ معقول ما تاكل زعترات طاس هلا جايين؟ مش معقول. نخلص بهاي. خليني ركز وخبركم قديش منتوجاتهم مهمين. خليني ركز وخبركم قديش اشي عندهم عظيمه. خليني خبركم عن عسلاتهم اللي بياخدوا العقل، عن مربياتهم، عن خياراتهم، زعتراتهم، وكل شي بيعملوه وبيبيعوه عندهم بالبوتيك. خبرتكم عن اللبنة، اللبن، عن هالرهبات الرائعين يلي بتحسوا بالنفس وبالحب وبالعطاء بكل لقمة بتاكلوها. منخلص بالتينات. كانوا انقطفت هلا. قرب قرب قرب، كأنهم انقطفوا هلا. سكر خفيف، تكستشر حلوة، سمسمات عظيمين. كم مرة أكلتوا بحياتكم مربى بالشوكة هيك وانبسطتوا وحصلتوا بتكون كفى عالجد؟ ما صار عن جد، يعني أنا بعتذر عنهم كلهم إنه الصحن رحنا فيه كسرت الدائر. بس شيء كتير طيب. للوس تاخد الموزة بتركها مع قشرتها، بنحط لك عليها شوية تين، وبتفتحها وبتصير بتكلها لقمة ورا التانية. خبرني بيطلع لك بعد ريفل ريفل ريفل. لا مش معقول شو طيبين. هلا مش ضروري تفرجون أنا رحت بنص الصحن واحدة يعني، بس إنه بيستاهلوا. إذا عابلكم حيالة منتوجات الدير، ما تقصروا، نوعية روعة، غش أكيد ما فيه، طعمة بتعقد، وما تنسوا تاخدوا مربين عسل لأنه limited quantity. شفتوا هالجمال؟ هالدقة بالشغل، الحبة حد التانية، الشغل الصح المزبوط، مطبوخين بس مش محروين، هولي كلهم موجودين بجربتها.
عالتوصاية بيعملكن ياهن مرصبين معمول من لوز ومن سكر مزهر، وقديش حلوين اخدين شغل هيك شي. اذا رايحين عزيمة عند حدا بتقدمولن ياهن بالبيت بيكلوهن صحية كتير ولادكن، وصوهن وبيعملولكن قديش شغل صح. اللي انا بحس حالي هون بالبيت، عن جد بحس حالي بالبيت، وان شاء الله يكون كل شيء كان عزوقك وحسيت حالك كمان انت بالبيت. مش معقول هالرهبات ما ألزون هالاجواء الحلوه بهالدير العظيم. خبرنا شو عنه. اول شيء انا كمان بحس حالي بالبيت لانه بعرف من زمان للرهبات، وانت معي يعني باعز بيت. سنه 1897 اجوا الرهبات من دير مرسى معان ايطول، ام ارسلا دومت من معاد يلي زرناها، معاد الضيعه الحلوه والغنيه، اجت لهون مع 5 رهبات وبيناتهم قديستنا العظيمه رفقه. اسسوا هالدير وحمل اسم دير مار يوسف ظهر الجبتل، لانه هو على ظهر هالتله وكمان بجوار وادي حربه. فالوادي استمر بطريقه جديده مع هالدير العظيم. هالدير يلي بلش بست غرف بس، وشفنا قديش كبر وقديش عمر، وعمر برهباته يلي بعدهم عم يشتغلوا لليوم، رح تاخذونا مشاوير معهم بالزراعه وبكل المنتوجات الحلوه يلي بيعملوها. وعمر اكيد بحضور قديستنا الكبيره رفقه البعده معهم وحاضنه هالدير وترابة بيشفي. نحن رح نتركك ترتاح وتشرب قهوتك، ورح نروح نحن باللادة بهالطقس الحلو، وان شاء الله ما يعني ما تتعذب وتضلك مرتاح. انت جاهز تطلع باللادة؟ انت عم تسوق؟ ايه؟ لا مش انا عم تسوق. صار ليه عم تسوق؟ يلا صار لي ورا هبت النحل بسوق اللادة. ألذ مسار بالعالم، مهضومة لذيذة قريبة على القلب، النخشة بتشتغل مظبوط، والمنتوجات عظيمين فعلا، بتقضوا وقت معها توب، وعندك الخبرية. شو عم تصور؟ قلت لك الصبح انا زارعين هون قمح واضح. قبل بمره صار لي فرجتنا كتاب عملته عن النحل للولاد الصغار، وهالمره عملت كتاب كتير حلو للكل يفهم شو يعني سيلياك، شو يعني واحد ما يقدر ياكل جلوتين. واذا عندكم حدا من اولادكم هيك وعبالكم تفسروا لهم الطريقه والقصه الحلوه بطريقه كتير هينه وفيها صور، This is your book. مارك بعتقد حققت أغلبية الأحلام اللي عندي هون بيمشيوينا بالوادي، من طلعة الهليكوبتر لمسار تسوق فيه أوفرود باللادة، هاي ما صارت لحدا. بس خلينا نشيل المزح على جنب، خلينا نرجع ليش هالدير منحبه كتير وليش منحبهم، لأنه فعلا بيشتغلوا بالأرض من الأرض مزبوط وبيشتغلوا صح. خبريني شوي شغلكم كل يوم، كيف مقسمين الشغل بيناتكم؟ نحن اليوم عم نشوف زيتون، في عنا ابو هون كانوا يقعدوا فيه، الماشيه، العسل، المربيات، المونه، كل حدا منكم عنده دور بتعبيه كل النهار. مزبوط، انا كثير بشبه دير بقفير النحل، لانه بقفير النحل كمان في ملكه وحده، وكل نحله عندها وظيفتها، شيء بيجمع بولان، شيء بيجيب مي، شي بيهوي الأفير، شي ببرد الأفير، يعني كل نحله عندها وظيفتها. كمان نحن بالدير عندنا رئيسه وحده، وكل رهبة عندها وظيفتها،
يعني نحن كلنا منكمل بعضنا. كلمة جماعة بالأفير هي ذات المعنى إليا بالدير، لأنه الجماعة هي اللي بتكمل بعضها، كل واحد موهوب بشي وكل واحد بيكمل التاني تنوصل. نحن بمشوار بالوادي عم نفرجيهم الوديان وعم نحكي عن تراثنا، عم نحكي عن مش بس من 100 سنة، عم نحكي من 1500 سنة وين كنا. واليوم ساعة حدا بيجي لعندكم بيرجع بيفهم انه رجوع على الاصل، اهتمام بالارض، ما نترك جبالنا وجيالنا واللي جدودنا جللوه لازم نحن نهتم فيه تما الشجر تاكلنا 100%. نحن كتير بنجرب نحافظ على الارض وكتير منهتم انه ما نرش مبيدات تأذي الارض وتأذي النحل وتأذي الطبيعة، لانه بالنهاية الارض اذا اذيناها نحن اللي رح ننأذى. قد ما خبركم رح تحضروا معنا على السريع شو بيعملوا بالدير. انا سر مرتا بسيل، جربنا نفتح معمل شوكولا ونجيب شوكولا البلجيكي. عدس بحامض وبطاطا مشويه مع كاري وفي سمك وورق عريش وجبنة بلدية شغلنا. أنا اسمي سور مارغريت، وقت جيت أترهب كانوا الرهبات يشتغلوا مرصبين وتعلمت أنا وصرت أشتغل مع الرهبات. أنا سور فرانسواز حارب، بشتغل أشغل يدوية كنسية. سور زينة، أنا هون هلأ بالسوفانير، يعني المحل يلي منبيع فيه تذكارات للعالم. سور جمانة نون، بهتم بضريح القديسة رفقة، وهلأ مؤخراً عم بهتم بالزهر كرمال من الزهرات المزروعين بأرض الدير نزين فيهم على الضريح. الأخت ميلاني مقصود من هون من الدير ماريوس في جابتا، صار لي حوالي 55 سنة بالدير. بسطنا كتير فيكم، إن شاء الله مشوفكم قريباً يرجع عنا. أهلا وسهلا فيكم. Thank you على كل شيء، على وقتكم، عم حبتكم للدير. يعني بس لتفهموا نحن وين، وادي حربة يبلش من المدفون يلي شفناه الصبح وبيطلع للآخر آخر آخر على الدير يلي كمان شفته. فتخيلوا الدير اللي صورناه وتحت، ومن حلقة لحلقة رح نفرجيكم كيف وادي لألكن أخضر، لألكن شجر وشوية صخور، هو أعظم بكتير من هيك، تحدى كتير عالم وبقي وموجود والدنيا رح تكفي فيه. نحن هلأ تقريبا بنصه مثل هيك، مثل طابة أمل كتير كبيرة بتجمع بين البحر والجبل. مش بس بتسوق أفرود ومش بس بتعمل نحل، بتصورنا كمان. شفت أنتوني، أنت هلأ كانت عم تحكي وسليا خبرتنا قد مهم نحافظ على النحلات. أنا بحس هول الأشياء مع أنه سليا شاطرة بس ما خلقوا من عن عبس يعني. وجينا أنا وياك تقريبا ما بعرف من سنة وصورنا هون، قلت لك بنرجع لأنه هيدا الشيء لإله يعلم. ليه يعلم؟ لأنه هون عندك زيتون حده سماء وحده تين، هيدا مش هيك انه خلقت ومش هيك بناخذها فور جرانتد. انا اكيد انه هيدا بوصلت بسبب انه جدودنا جربوا كل شيء وفهموا انه هول النباتات مهمين سوا، لانه اول شيء الاهتمام فيهم مش بذات الشهر، مش بذات الجمعه فيك تقسم شغلك، وثاني شيء لانه وجودهم بذات البستان ببعده امراض عن بعضهم. فهيدا الكومبانيون بلانتنج كمان هون نحن فينا ندرسه، فينا نفرجي كيف. والزياده الاهم عايشين بالحرش، يعني اذا عصافير بدها تاكل ما بتجي بتاكل بس عندك، كان فيها تاكل غير مطرح. بس اذا انت بتشيل كل شيء وما بتترك شيء وين بدهم ياكلوا؟ حتى العصافير بخففوا عنك الامراض. فاذا انت كنت عم تعمل كل هذا الشيء بتحافظ على زيتونات وزيتات بعقده. تعلمت منك وبنرجع بنذكر، عندك شقفه ارض لازم تجيب خبير يقول لك شو لازم تزرع فيها، مش بس تلحق شو بخبروك بيعمل مصاري. وهلا على الموضه كثير ان كان العنب والافوكا بس ما بيزبط وين ما كان. تعلمنا من مارك عده مرات، اول شيء فحص تربة، بعدين زراع الاشياء المهمه يلي بتلبق مع بعضها وبتساعد بعضها، تا مثل هون ما ترش وما شيء يموت ويضلوا عايشين مع بعضهم. علم الطبيعه شغله كثير مهمه ولازم بالاخر واحد تكون ايده خضره. شو صاير؟ ما عم بدور انا مزح لدرجة خبرنا عن هالسيارة، حكينا بالسيارة صبناها بالعين. تفوش يا ابني تفوش، قوم انت تفوش، انا بدي اصور. انت بدك تصور ها؟ يا درايف نيوترال كمان. لا هي I didn't sign up for this، ما كانت بالمعادلة. ماشي حاله، منكون بمشوار جربنا كل شيء كل شيء كل شيء. هلا انت بدك تخبرني اخبار انه وقفتك كرمال عشبه وكذا وهيك، بس هيدي اكبر اوركيديه موجوده بلبنان.
اسمع ليمو دورم ابورتيفم عندها كتير يعني اشياء حلوه بتطلع تحت الغابات دائما بالفي. نحن هي بدنا نمشي نلاقيها ما بتطلع هيك يعني نقوم فوق بالفيات. هي طلعت لنصورها تعشوف قرب من هون. اذا شويه خيال بتشوف بنت عم ترقص بتشوف اشكال طويله عريضه. هلا هن النحلات كتير بيريحوا هيك بيريحوا الاعصاب. اذا واحد هيك معصب وتعبان نفسيا بيجي عند النحلات وبس يجي لعندهم اوتوماتيكلي بيرتاح نفسيا لانه طبيعه كتير بتريح. مجرد انه هو عم يشتغل بالنحل بس يعلي الغطاء تبع الافير اذا هو منه عم بيعليه على مهله بكل رواق بتهجم عليه النحله وبيهجم كل رفقاتها لانه بحسوا انه في خطر عليهم. مشان هيك بزمانات بالكولتشرز القديمة عند الإيطالية والألمان وهيك في شيء اسمه Go Tell the Bees. كانوا يجوا حتى يحكوا مع النحلات يخبرون إذا حدا تجوز جديد أو حدا مات أو حدا خلق. وكانوا إذا ما خبرون للنحلات كان يصير في شيء أو يهربوا النحلات كلهم أو يموتوا أو يروحوا يعقصوهم. يعني وقت ماتت الكوين إليزابيث حتى راح النحال تبعها وربط هيك ريبون سوداء على كل أفير ودق عليه وقال لهم الكوين إليزابيث ماتت ورح يجي حدا تاني. بقى العلاقة مع النحل ومع الطبيعة شيء كتير مميز بالحياة. التقيت بكتير ناس بتحب النحل وبتشتغل بالنحل وبرمنا كتير نحالة بلبنان. صار ليا غير شيء الطريقة العلاقة اللي عندها إياها الحكي اللي بتحكيه الريسيرش اللي بتعملها وأهم شغلة بالآخر كل واحد من الأفران شايفينهم ورا الملونين الحلوين كتير بتسميهم باسم معين إن كان شخص سعادة إن كان حكيمة إن كان حيلا حدا وهي وقاعدة معهم بتكون عم بتصلي للأشخاص بتكون عم بتصلي للطبيعة للبنان للنحلات. وإذا انتبهتوا نحن عم نقرب قد ما بنقدر عليهم ومش عم بيقربوا علينا بس يمكن أنه حسين قد جايين بسلام. ما رح أخبركم أكثر من هيك رح قلكم احضروا شو صورنا معها سنة الماضية. ما بينشبع منهم يا شباب ما بينشبع منهم وان شاء الله بنقدر نيجي نقضي معهم اكثر واكثر واكثر وقت. فعلا 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 بحطوا البسمه بالقلب. مزبوط يلا نحن مشوارنا بكفي. قبل ما نكتشف كنيسة مار نهرة بسمار جبال أنا وأنطوني خليني أخبركم أنه هيدي أقدم كنيسة لمار نهرة بالعالم بتعود للقرن الثالث. مين كان مار نهرة؟ مار نهرة ولد بمصر بالدمنهور بالصعيد المصري. الملاك عمل عجيبة كتير كبيرة معه أعاد وصل جسمه ببعضه ورجعه حي. اتهموا الملك بالسحر والشعوذة فعلقوا على عجلة فيها مسامير لحتى يعذبوا وينهي حياته. هو ومارق بالمدينة شخص كسيح طلب شفاعته وقام ساعتها تخيلوا ملا عدد صار مسيحي من وراء هالمشهدية هيدي 8000 شخص. اخر شيء
استشهد مر نهرة بقطع الرأس، وحاضرة كنيسته اليوم وأكثر من 24 كنيسة لإله بلبنان، وبدنا نقول إنه هو شفيع العيون من اسمه نهرة النور، هو اللي عاين النور الحقيقي. يا عظمة، تقعد ساعات وساعات وبتصير تتفرج وتتفرج وتكتشف وتتخيل كم لاير فيه، كم طبقة فيه، وين كان الحجر، ليش غطوه، كيف زخرفوه، مين اجى لهون، ليش في ألوان محلات محلات، لا كيف فكروا أبيض، في صخور كبار ذكرونا بالرومان، وين واحد يبلش هون. فعلا نحن هلأ بسمار جبال بكنيسة نهرة وباسيليوس، مثل ما بتقول أنتوني، إذا نطلع على كل زخرفة، على كل لون، على إطار كتير مختلف، حتى المذبح مثل عم بتشوف كتير مختلف عن كل الكنائس اللي شفناها قبل. الكنيسة قديمة وفيها ثروة، يعني من اللوحات صورة لديس باسيليوس وصورة لمريم العذراء رسمهم داود القرم بآخر القرن التاسع عشر. الكنيسة فعلا مميزة بكل زخرفاتها، بكل طاقة في رمزية بالمسيحية. هلأ إذا بدك فينا نروح أو تصورهم، حتى فينا هذا العمود اللي عجبك واللي حكيت عنه، في عنا كمان عليه صلبين متشعبة الرؤوس إذا بدك على الأربع أطراف، وفينا كمان نشوف الجرن يلي بيتباركوا فيه المؤمنين، في كمان صليب يوناني، خليط من كل هالإطار الحلو والغني الموجود بهالبلد. إلي دايماً ستقطع لهون تقريباً شي ثلاث مرات بثلاث مشاوير، وكل مرة بكتشف شيء جديد، وهالمرة عم برجع أشوف إنه مزبوط هن أبيض بس تحتهم مرسوم شيء كان أي عقبة ما منعرف. طب أوكي، ساعة عملوا الكلس الأبيض الأخير وخبوا الحجر، كيف طبعون وليش طبعون، وكيف في عدة كاسات كتير وفي شخص قاعد تحت الكاس، نرجع نفهمه عن جديد. هل الصخور، هل الأحجار، هل الرموز، وحتى برا الزخرفة الحجر ما شفناها بورا كنيسة. إذا بتوقفوا بعيد الكنيسة ما فينا نقول يمكن من أحلى كنيسة لبنان، لا، بس أكيد من أكتر كنيسة مميزة بلبنان، من سماكة الحيط اللي هو متر، وبعدين ترجعوا بتفوتوا لجوه من العقد الهادي كله سوا، من ألوانه ومن كل تفصيل مهم. بسمار جبال في ثلاث أشياء أساسية لازم تشوفون، هلأ بتشوفون القلعة كتير مهمة، الكنيسة، والأعظم لإلي هي الكنيسة، خلينا نسميها بلا سقف، أنا بحكي عنها. شو لقيت مارك؟ شو لقيت؟ هاي شو؟ شي كتير مهم أنتوني، هيدا كتابة سريانية مكتوب أنه بهذا اليوم عم نحتفل بمعركة الشهيد لوسيوس. هو من مدينة منهور ببلد فارس، غادرة بعدين عجع على منطقة البترون وهون استشهد. هو شفيع مرض العيون، مشان هيك أطلقوا عليه بالسريانة بلغتهم مار نهرة، مكتوبة هون. أنا بحس هذه الكنيسة بدنا ندرس لها كثير منيح ونجي محضرين، لأنه في مطارح عم بيقولوا الحجار هن بدلوا أنه كانوا الفينيقية، قد ما في أشياء من الفينيقية. في مطارح عم بيقولونا مار نهرة من بلد فارس إجا، في مطارح بيخبرونا من اسكندرون، نحن بس هيك عم نخبر عن شو عم نقرا. صح، وفي رموز كتير 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 كتار ومتشابكة من عدة حقبات، بيناتهم هلأ مؤخرا رجعنا شفنا فوق على الصليب وتحته النجمة وغيره وغيره. مين كان هون، الصليبية أو غيرهم؟ دخلك أنت، ما طلعت على الجرس هون؟ إذا هي قديمة هالقد، هيتا نشوف الجرس. الجرس شغل جميل و
سليمان نفاع سنة 1971، فأكيد مش هذا هو جرس الكنيسة، بس بيلفت النظر واحد من الجراس القليلة أو القديمة يلي كان بعدهم بيعملوا الزخرف فيه وبيعطوا وقته، مش بس زيح، إن كان فوق إن كان تحت زيح النصان اللي كل بيت نفاع بيعملوه هون 1 2 3 4، وبالآخر مكتوب حفر اسم الشخص اللي عمله 1971، يعني جديد نسبياً، جديد جديد. صوته كيف؟ صوته كتير حلو، رنته كتير حلو. كنيسة بعتقد من أجمل وأبسط الكنائس الموجودة بلبنان، هي كنيسة سيد المعونات بيسمار جبال، يلي يقال إنها من أقدم الكنائس المخصصة لتكريم العذراء مريم. إذا بدنا نبلش من المدخل، هالأنطرة الرومية مدخل وحيد، مدخل الغربي، أنطرة رومية أوطى من سطح الكنيسة، من كفة مع رواق واحد، خط واحد بيوصلنا على هالمذبح اللي هو غاية بالبساطة والجمال والتاريخ. بهالمذبح نقدر نشوف كمان حنية المذبح اللي هي حنية ناتئة، يعني خارج إطار هالحيطين تبع الكنيسة. لورا نقدر نشوفها ظاهرة هالدوميسير، منشوف الكورنيش على المذبح، ومنقدر نشوف كمان هالصليب يلي هو داخل دائرة، وهالصليب المكون إذا بدكم كأنه وردة. فعلا كنيسة غاية بالبساطة، غاية بالجمال، ومنشوف تأخي مع الطبيعة، هالسندانة العتيقة اللي مع الزمن طلعت من قلب الكنيسة وبقيت فيها، وسوا عم يقطع الوقت عليهم ويحلو أكتر وأكتر. قلعة عظيمة ويمكن مش اخذ حقها، اسمها قلعة سمار جبال. بتبلش بتطلع وبتقوله الحجر فنيقة وبيذكرني بأنفي، بترجعوا بتكفوا بتشوفوا عقد وبتقولوا من زمان ما كانوا يعملوا عقد. حجار كبار، حجار أصغر، زخرفة ونقوشات على الطريقة القديمة، وإذ تطورت وتطورت ومين ما قطع من هون. سمار جبال لحماية جبال. هيدي القلعة يلي يمكن كمان اليوم مش اخدي حقها ومش مشهورة مثل غيرها، لها دور كتير كتير كبير ومفعول كبير. طلعوا من برا، هول الجوار نعملوا كرمال حيوانات، كرمال الأحصنة، كرمال حماية القلعة. وإذا بتطلعوا على كل تفاصيل تبعها، سمك الحيط تقريبا مترين وكلها كرمال وقفة وحماية أو صن الشاب. وبعدين مع الزمن صاروا ينزادوا القوض العقد وغيره وغيره، صار يصغر الحجر كل ما طال الزمن. فينيقية رومان، وصار الحجر يصغر والناس تقطع لهون، وهيدا اللي بقي منا، بس اللي بقي منا حرزين وكفاية. شورة كاملة متكاملة بتذكرنا 100% زيتة عن القلعة الفينيقية اللي هي بأنفة، وإذا كمان بتروحوا بالزمن ترجع بتذكرنا مثل ما هي عن السور الفينيقي يلي هو بالبترون. الفينيقية كان لهم دور كتير منيح، ومين بيقول أنه كانوا هالقد يكسروا بالحجار؟ بس هيدا القلعة اللي كانت موجودة هون في سور كتير قوي حواليها، كيف صمدت وكيف ضاينت؟ بيقولوا انه كان في سرداب او تونيل من هون لتحت على البحر، وكانوا يقطعوا فيها كل الاكل او يهربوا منها ساعة اللازم. نرجع نطلع اليوم، هيدي المنطقة بالذات اكيد مش من هالايام، بس استعملوا زيت الحجر، وبتشوفوا كيف الحجر كان جالس
بلش يبرم مع الوقت او هون كل حقبة وكل شخص اجا حطلع حجره وطلعه تحت هيدا القديم وصار يصغر. مين بيتخيل؟ هل كان في معصرة هون او شو؟ لا كانوا يجمعوا المي، مي الشرب، طلعوا الطريق، الجور، كل الكنالات كانت تنزل كل المي تتجمع هون. ومش بس هيك، كفوا ما كسروا الحجار كيف ما كان، عملوا فيهم جنالات ومن هون بتكفي بتكفي بتكفي. مثل ما قلت لكم كل الحيوانات كانت هون وتشرب هوني، فأكيد كانوا يجمعوا المي لتحت. قدين شغلت صح وضاينت مدى الأزمان. ولا الفينيقية Our ancestors جدودنا. أحلى حياة بالدنيا. واللبناني نحن لبنان الضيعة، لبنان المعز، لبنان الخضرة، لبنان الحياة الجبلية، لبنان الأشياء الحلوة. لك ما أطيب عليك أنطونيا. بدنا نبرم كل لبنان يعني جورة جورة، هدبة هدبة، تصير نعرفه مثل ما الراعي بيعرف عن ذاته. 100% صح. ربي لي هيدا أنا نزل أكل برجر ببيروت. روعة من الروعات، جمال رائع وغير شكل. وإذا بنرجع بنشوف الكنيسة اللي شفناها قبل شوي والكنيسة اللي عم نشوفها هلا، تقريبا زيت الحجم، زيت الخطوط بالجو اللي مهديين العقد، تقريبا زيت الكتيبات الموجودين. بس هون قلشوها، هونيك ما قلشوها بعد. فمنطلع منشوف تقريبا يمكن زيت الأشخاص اللي عمرت هاي وعمرت هيديك بزيت الحقبة. هون عم نشوف بقية ايقونات على الحيطان هون وهون وهون. بس مثل ما قلنا بفترات زمنيه قلشنا الكلس وجملنا بالحجر واعتبرنا انه هو الحجر المنيح، مع انه لو بقي اكيد كان باين بذات الطريقه. اللي بيلفت النظر انتبهت له انه المذبح اللي على الشمال هو ذاته المذبح من الصاله اللي شفناه هونيك، هو ذاته. فكمان ما بعرف اذا عملوا او بذات الحقبه او بذات الوقت او ذات الاشخاص. من الكنائس الرائعة الجمال، الرائعة الجمال. و يعني شو بدي لك أكثر من هيك، هذا هيك استنتاج ونظر وتطلع. شو عم بقلنا هالكتاب؟ قبل كم كنيسة زرت في مشوار؟ أدق لك المشوار كم سنة؟ 11 سنة. 11 سنة، كم كنيسة زرت؟ فيني أقول فوق 1008 مرتاح. يمكن هذه من أجمل كنائس اللي شايفينها، مش هيك؟ هذه كنيسة مرسيبة بقدي اللي قلته كثير مظبوط أنطوني. نحن هون بكنيسة بتعود للزمن الصليبي، عم نشوف هالجداريات الرائعة. هون عم نحكي عن بازيليك فيها 3 أروقة، كنيسة ضخمة بتدل على أهمية قدي كمان بالتاريخ. الجداريات من أجمل جداريات الكنائس المارونية، إذا ما كانت أجملهم على الإطلاق. عندنا أشياء يعني عم نشوف جدارية الصلب هون، هلا كله رح نشوفهم بالصورة أكيد. منشوف رقاد السيدة، منشوف العذراء حاضنة يسوع، منشوف كمان كأنه حصان وما بنعرف مين الفارس، على الأرجح يمكن يكون مرجليس. كنيسة جميلة جدا من العقد المصلب هالحجر. سماكة الحيطان، شايف سماكة الحيطان؟ مش معقول مش معقول. اللي لأول مرة يمكن بمشوار رح أقول شغلة مارك رح يوافقني الرأي، التشابه اللي بيبينه اللي دغري بتحسه بين كنيس قبرص والكنيس اللي هون. وكتير برمنا بمشاويرنا بقبرص ماركو أنا على كنيس يعني بعد ما انقلشت مثل هون، وبتشوفها كلها سوا والألوان تبعها، وبيلفت النظر كمية اللون القوي يلي إذا منرجع بالزمن
هل كانوا يعرفوا الأحمر الأول، الأصفر الأول، الأخضر الأول وكل هالألوان الموجودين يرجعنا شفناهم بالضياع بأغسطس؟ شيء من الروعات لازم تجوا على القليل شي نهار أحد تقدسوا هون، تشوفوا هون وتحسوا هون. نحن وين؟ بقد البتروم. أنا عبالي فسر الشغلة، رجعوا معي بالزمن يمكن 1000 سنة لورا، 1200 سنة لورا، وقطع كتير ناس لهون وكان في تعديات وكان في اضطهادات. فبأوقات من الزمن دائما نحن بنرجع تبعنا انه في الحجر اللي ممنوع كان يبين لانه كان بشع، بعدين في التكليسيا اللي هو كان بيعطي قيمه اغلى، واذ اجت غزوه كثير قريبه دغري فكروا خبون 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 انه حطوا عليهم الابيض. وانا اكيد الكنيسه اللي هونيك يمكن تغطت كلها سوا، ونهار اللي بترجع تنبش بيرجعوا يبينوا كلهم سوا، كل الكتيبه تحتها وكل الرسمات اللي تحتها. فتخيلوا معنا بالزمن اليوم نحن بنقول حجر غالي، ليك شو حلو الحجر، بين الحجر، بس ما كان هيك من زمان. الحجر تغطت كلس، بعدين رجع تغطى عدة مرات، ورح نشوف بعدة كنائس بلبنان مريت فيه طبقة 2 3 4 5 و10 ركضنا هربنا يلا غطون غطون غطون، هلأ بيجي المحتل وبيكسرون، وزمطوا وزمطوا وزمطوا، وبمحلات ناس ما عرفت قالت يلا شلون تنبين الحجر، وراحوا كلهم معنا. اهلا وسهلا فيك وانت ببيت الضيعة، تفضل. بيت الضيعة هو تعمل نعمل من الاساس، ما كان في شيء ابدا ابدا، هذا كل اللي عم تشوفوه نعمل من الاساس، نعمل بوقت كورونا. وقت كورونا على اساس قعدنا هون ونحن ثابتين هون ورح نضل هون وعمرناه للبيت، واجت الفكرة انه لا نحن عنا بيت تاني قلنا بنقعد فيه، قلنا لا بنأجره وبنستقبل زوار وبنعمل حركة سياحية بالمنطقة وبالضيعة، وهو هالأوبن سبيس كله والمطبخ مجهز كل شيء، بتلاقي بقلبه شو ما بتعوز، سالون 3 أوض نوم، بنيم 6 مرتاحين، بنيم 10 مع اكسترا باتس، وأكيد رح تشوفوا بعد شوي شو في برا وشو في حواليه وشو الطبيعة. وعندنا زوار من كل لبنان، شمال جنوب بقاع كل لبنان بيروت يعني. وبحب لكم انه 3/4 السنة في اوكيبيشن، 80 70 80 كل شهر. من بعد نهار كتير حلو عظيم، بعد شوي رح يصيروا 12 ساعة التصوير اللي عم تحضرون انتو بساعة، بالاخر بدنا نمشي محل وخلصنا نهار بضيعة اسمها كور. كور او كور مجيتي سمعين فيها، هيدا ضيعة تانية اللي من هون فلوا اهلها وصلوا على قبرص، وفي ضيعة بقبرص اسمها كور مجيتي، هن راحوا بس كور بقيت فصاروا يقولوا لها مجيتي. كور إلى قصة كتير حلوة، بلشت بال 1519، وفي كتير اخبار فيكم تسمعوها عن هيدا الضيعة اللي صار فيها اضطهادات، اللي كان فيها كتير اشي. كمان بخبروا والسؤال بينسأل انه منا هيدا الضيعة اللي كلها ينابيع مع انه كلها خضرة، بس عرفوا اهلها انه يجيبوا مي هنو عم يجمعون بالصخور او بالطريقة البدائية، بس عملوا اكتر من 50 وحدة، ومنشان هيك كتير صارت مهمة. اليوم نحن بجست هاوس، رح ننام هون، رح نسهر هون، رح نتعشى هون، رح نخلص حلقتنا هون، رح تشوفوا ضيعة الفوت عليها طريقة كتير حلوة، رئيس بلدية عم يشتغل مظبوط، كلهم مجموعين مع بعضهم،
ومن هون بنكون عم نخلص حلقتنا. انا كتير جوعان الشباب، نقت اوضه شوية رياحة، وصلنا على القد على السانسيت. و يلا باربيكيو، وين صار كيس العرق؟ وين انتوني؟ انتوني رجع. شو بك؟ بعرف انه مطعم هناك انا نفسه الراس مش عم يشتغل مزبوط. أه. هيدا الجندي مش انه هيك فل انه مدري شو، ما هو بده يقبض ضرايب. شو بك؟ سو هيدا الجندي شو عامل؟ قال ما حاطلع لفوق، انا بدفعه من جيبتي وما بطلع. آه. ما بدي اجيب الضرايب، عرفت كيف؟ اوكي. في شغلة كتير مهمة كمان حبيت شو كنت عم تقول، بس نسيت الخضر، ان انا عم بفكر بالبطن، عرفت كيف؟ فعمليا كمان عندك كتير ليه اسمها كور، في كتير معاني، واحد منهم حبيته لانه هي مكورة اذا بدك بكل هالخضار حواليها، ونحن هيك يعني 360 صح خضار يعني. صح مزبوط؟ سفير حيكون روح على الكتف. اسمه جون، تعرفنا من فترة، بيعمل زجر غير شكل، بس دايما كنت أقول له عمل لي شي بيت، قل لي شي، يقول لي أبداً كاس العرق أول شي، لك أحكي لك شي كلمة، أبداً كاس العرق، فأنا ما عندك عذر، تفضل كاس العرق. ما ب... أوكي كاس العرق بس إيه؟ هيك أتفرج عليه ما فيه أعمل شي بعد، بس طلع اشرب طلع لك شي وحده انا اشرب وبيمشي الحال. ما بيطلع معك شي وحده هيك؟ لا لا هيك لا هيك. دخلك مش حاسسهم شوي مثل الحليب شوي تقيل؟ ما هيك اصلا هيك هذا الاصول، حليب سباح. حليب سباح. اوف 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 يا انطوني، الا ايتنا عدروبنا يا أنطوني، لقيتنا عدروبنا وانت بتهوى شعرنا واسلوبنا، ساكن الليل عندنا وبكرة بتروح، ساكن رح بتبقى بقلب قلوبنا، ساكن رح بتبقى بقلب قلوبنا. العشا مشاوي كل الانواع، دجاج كفته كباب. ما فيها توم اها ولا بصل. مرسي على الاستقبال، على الجامعة، على المحل. ما خبرتكم انه البيت لإله بس هو رئيس بلدية كمان، فاليوم جمع كل الشباب وترك كل شيء فول باور. من كل الشباب. من الشباب. من كل يعني من الشباب. كبور كبيرة. عن جد كبيرة، مش انه مع الدجاج غير شكل، ما فيها توم، ما فيها بصل، قليل ما ياكل دجاج بس لخبركم يعني. صحة. وين هلا؟ مهمين. سوبر مهمين. تشيرز. تشيرز. كتير مهمين. لو تقول لك. دجاجة خفيفة طرية مش ناشفة، منقوعة مزبوط. طعمة وريحة الفحم. مبلشين صح. مبلشين كتير صح. يلا. كاسكن انتو شربوا انا باكل. يلا لحمص، حمصات كمان مهمين. صحتكم. تشيرز. اوف الليلي الريس شرع بوابه، الليلي الريس شرع بوابه واستقبل من الذوق أحبابه، وجاي تغني بهالمسا ومسرور وفي بحور الموهب رابه، بهالبيت بهالبيت عنقود العنب معصور حتى
الخواب تعتقوا طابوا هالبيت بصحابه مشعشع نوره أوصل أدح عتبي من عذابه هالبيت بصحابه مشعشع نوره أوصل أدح عتبي من عتابه بيتك يا ريس رح يضل بكور بيت الوفا ما تسكر بوابه وبعكسنا مهما الدهر يدور هالبيت بصحابه بيبقى كبير والله يديم البيت وصحابه حبيب القلب اوف 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 شرفنا الليلي عاكور بمحبي وبحني ومهما الدنيا فينا تدور ما لقاكن احلى هدية ومهما الدنيا فينا تدور ما لقاكن احلى هدية مهما الدنيا فينا تدور ما لقاكن احلى هدية اوف 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 يا كور بعز الاهوال عندك بالساحة ابطال الله عرفنا على ابطالك وبرمنا على الست تلال تعرفنا عبطالك وبرمنا على الست تلال تعرفنا عبطالك وبرمنا على الست تلال أوف 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 يا ناس يا إخوان بمحب وحنان رح أقول كلمة وسجلوها باتزان طيب معروف إنه ابن بيروتي معروف إنه مارك بيروتي بأمان مغروم بالأعشاب عطول الزمان مغروم بالورد وبزهر البيلسان مغروم بالعفص وبطخن السنديان مش بس بيغطي على ابن الأتات بيقدر يغطي ع ابن سينا كمغطي ع ابن سينا يقدر ما بتزبط هو روم 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 الأحوش ما بعده مغرور الأحوش ما بعده مغرور وبيفهمني من الهمسي أيوة. مش رح اقبل يترك كور حتى يصلب الخمسي مش رح اقبل يترك كور حتى يصلب الخمسي مشغول بالي كتير عبلادي مشغول بالي كتير عبلادي بلاد الحضارة وأرض أجدادي عم بتعب وبشقى وأنا رضيان ومحتار كيف بعيش ولادي فلاح مكفي بضيعته سلطان بيعيش مخفي تقشع وغادي بيسرح بهالوادي مع القطعان وبياكل من الأرض زوادي بربوع هالوادي أنا ربيان وهي علي كتير معتادي فيها الصلاب بصخرة الصوان وفيها النعومة بزهرها النادي وبالأمس
فيها تنسك الرهبان وعاشوا بنعمة ربنا الفادي. مطرح ما سجدوا مطرح ما سجدوا ارتفعت الصلبان، ومن كتر ما صلوا بفكر هادي الصخور صارت منبع الإيمان، ترشح أداسي وتعرق زيادي. لبنان لبنان مجد بقلبها الوديان، نحن العطينا لسه مشهادي، منشان تعرف شو مجد لبنان. إيدك عوجك صلب ومشي، نعمل سوا مشوار بالوادي. شكرا اسمه الدير مع إلي مع مارك كنت عم بتنشى معك يلي بدير سوري سوري شو هالجميل وأحوش نسى معلومة دينية مهمة لا معقول ردي ردي عطول ردي خلاص عطول ردي شو في شيء بدك تلبس صبر وتطلع خبره شايفك خبره رحت عند أصحابي على المحل تجيب تياب لا لا مشوار بالوادي للصراحة أنا ما بلبسهم غير مشوار بالوادي قالوا لي إنه رفقاتك منهم مجهزين بس أنت مجهز رح نعطيك شيء تجقل فيه عليهم قلت لها شو هاو بيشيلوا بوا يعني للنادي قال لا هاو مثل لما أخذوكن على بيت منزر على طريق الدابة ما بتفوت فيها فيك تلبسهم تما يتجرحوا إيديك من الشوك جقلت عليكم بس أنتني هو فهمها غلطية قصده أنه أصحاب قوايا بس هيك كل واحد فهمها سيرو لاتيف كينج وين كبرتك لنصور كيف سوليا بدها تفوت بالحيط ولما الحاكم سوري لا سوري ورجعوا حي اوكي بيب سوري 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 عن جد سوري اي متى طالعين بكره؟ ايه طيب انطوني نحن بعدنا بيسمع انا مارك ليك هيدا قالن صوت مش حيال يلا فرجينا كيف بتسيبها برا يلا ها قوي انت اللي بتاكل انا اللي باكل مهم كتير السياره اي موديل احلى صوره احلى زلمه بحب الاكل كتير انا كمان يا كور بعز الاهوال روح شوي